عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله في عليائه. يا ابن البتول خليل كل موحدي، صلى عليك الله في عليائه. يا ابن البتول خليل كل موحدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد. ما هي الأسباب الموضوعية لنشأة الشبهات؟ على ماذا تتكئ الشبهات التي نسمعها هنا وهنا؟ هناك جملة من القضايا. أولها المصادر غير الموثوقة أو غير المعتبرة عند المسلمين. المسلمون أصول دينهم معروفة، قائمة على كتاب الله وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ترد حديث ضعيفة، حديث موضوعة، مسائل عقلية من المنطق اليوناني إلى غير ذلك، فهذه مصادر غير معتبرة عند المسلمين ولا تصلح حكما على الإسلام. كثيرا ما يتكئ الناقمون على الإسلام، المعادون له، يتكئون في استخراجهم للشبهات على أحاديث ضعيفة، على أحاديث موضوعة، على أحاديث لا أصل لها. لكن المشكلة الحقيقة ليست هنا، فهذه مسألتها بسيطة. أحيانا بعض الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم، يعني دعنا نقول في عجلة منهم يحسنونه، والحديث ضعيف، والحديث أصلا قد يكون منكرا في متنه. يعني لو كان الحديث منكر في متنه حتى لو كان صحيحا في إسناده، فإن العلماء يحكمون عليه بالضعف بسبب هذه العلة القادحة وهي النكارة في المتن. أقول بعض هذه الأحاديث هو في الأصل عنده مشكلة في السند، ومع ذلك يصححه بعض أهل العلم، وذلك أن قضية التصحيح وقضية التضعيف أيضا هي قضية تندرج تحت إطار الاجتهاد، اجتهاد المحدثين. وبعض المحدثين يعتبر متشدد وبعضهم يعتبر متساهل. خلينا نأخذ مثال عليه. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالتوراة فوضعها على مخدة في قضية الرجم الزانيين اليهوديين، فقال كما في رواية أبي داود: آمنت بك وبمن أنزلك. طبعا الحديث في الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة، هذه الزيادة فقط عند الإمام أبي داود رحمة الله عليه. لكن هل هذه الزيادة صحيحة كما يعني قال بعض أهل العلم؟ أقول لا، ليست صحيحة. لماذا؟ هي من رواية هشام بن سعد القرشي. هذا الراوي راوي ضعيف. خلينا نشوف العلماء ماذا قالوا عنه لنعلم هل هذه الرواية بالفعل قد قالها صلى الله عليه وسلم، أو يغلب على ظننا أنه قالها أم لا. يحيى القطان كان لا يحدث عنه. الإمام النسائي يقول عنه بأنه ضعيف، يقول عنه في موضع آخر ليس بالقوي. إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين يقول ليس بشيء، في موضع آخر يقول ليس بذاك القوي. إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يقول ليس هو محكم الحديث، في مكان آخر يقول ليس بالحافظ. فإذا العلماء يرفضون حجية هذا الشخص، فبالتالي إذا قال عالم من العلماء بأن حديثه صحيح ولم يلتفت إلى نكارة المتن ولم يلتفت إلى ضعف السند، فهو خطأ يرد على هذا العالم ولا يحسب على الإسلام. فلا يقال والله هذا الحديث صححه فلان أو حسنه فلان. إحنا ما عندنا كهنوت في الإسلام، اللي صححه صححه بناء على قواعد، فإذا شئنا أن نضعفه نضعفه أيضا على نفس القواعد التي بني عليها كل تصحيح وكل تضعيف للسنة النبوية. قبل أسبوعين سمعنا القس أشرف عزمي وهو يحدثنا عن حديث الداجن، إنه عائشة رضي الله عنها تقول كان عندي صحيفة فيها آية الرجم ثم وآية رضاع الكبير، ثم وضعتها تحت سريري، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فجاء داجن فأكلتها وراح الحديث وراحت الآيات القرآنية بسبب الداجن. طبعا هذا الكلام يتنافى مع أبسط ما نعلمه عن طريقة توثيق القرآن الكريم وطريقة نقل القرآن الكريم. لكن مع ذلك أيضا هذا الإسناد فيه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق
من أئمة علم السير، لكنه في الحديث ضعيف، لكنه في الحديث ضعيف، وبخاصة حين يروي بصيغة العنعنة، يقول حدثنا محمد بن إسحاق عن فلان، هذه يسمونها العنعنة. ليش؟ لأنه راوي مدلس، والراوي المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح قال حدثني فلان، أما إذا قال عن فلان فهذا يعني أن بينه وبين فلان هذا شخصا ثالثا أخفى اسمه ودلس علينا الإسناد، وهذا بالطبع لا نعرف من هو هذا المدلس الذي غاب اسمه، فقد يكون رجلا وضاعا وقد يكون كذابا. المهم عندنا محمد بن إسحاق وأمثاله لا تقبل روايته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضمن شروط، فبالتالي هذا الحديث لا يمكن أن يكون حديثا صحيحا. ثم لو صح إسناده فهو يتعارض مع ما نعلمه من انتشار القرآن بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكأن هذه الصحيفة يعني هي الصيغة الوحيدة أو هي النسخة الوحيدة التي يحفظها المسلمون للقرآن الكريم، وهذا مما لا يمكن أن يقبل. مسألة أخرى تسبب الشبهات هو سوء الفهم للمصادر المعتبرة للإسلام. خلاص في آية بالقرآن هذه ما عليها خلاف، لكن فهمك لهذه الآية فهم خاطئ، الفهم الخاطئ ولو صدر من مفسر أيضا لا حجية فيه، كلام المفسر حج عليه. بالمناسبة هنا إخواننا علماءنا المفسرون رحمة الله عليهم كان لهم منهجية معينة في التعامل مع تفسير القرآن الكريم، كل ما يأتيهم من خواطر في تفسير الآية يوردونه، كل ما جاءتهم من أخبار سواء عن أهل الكتاب ولا أحاديث ضعيفة أو موضوعة كلها يريدونها في التفسير. ليش؟ فيما سبق كان العلماء حين يؤلفون كتابا لا يؤلفونه لعوام الناس، هو يؤلف هذا الكتاب ولن يطلع عليه إلا العلماء، لن تنسخ منه إلا 4 أو 5 نسخ، وهذه النسخ من سيتداولها؟ العلماء فقط. لذلك هذا العالم مجرد ما يقرأ هذا الخبر سيعلم بأن هذا الخبر خبر فيه راوي وضاع أو راوي كذاب وأن هذا منقول عن أهل الكتاب. لكن المشكلة أنه ما دار في خلدهم أن ما كتبوه سيقع بين يدي العوام ومن أصلا ليس بمسلم فسيقرأ وسيظن أن هذا هو مراد المسلمين. لذلك هناك سوء فهم لآيات القرآن الكريم. مثال عليه، سمعنا قبل فترة رشيد حمامي وهو يفسر وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، أيوة أظن أخطأت في الآية، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب يقول هذا معناه أن مرأة تأتي تقول أنا وهبت نفسي فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زواج، وأخونا الشيخ الدكتور عبد الله رشدي قال لا، هذا ليس صحيحا، هذا الفهم فهمك أنت، فهم مغلوط. ما الفهم الصحيح؟ الفهم الصحيح أنه يستنكحها من غير صداق، لأن الآية تقول إن أراد النبي أن يستنكحها، فهناك نكاح حقيقي بشروط الإسلام بضوابط الإسلام، لكن مع شرط واحد يتم إهماله وهو قضية الصداق أو قضية المهر. فهذا الفهم المغلوط للآية القرآنية يجعلك أمام مشكلة تراها في الآية، والمشكلة ليست في الآية إنما المشكلة في الفهم السقيم الذي ما استطاع أن يفهم هذه الآية. أحيانا يخلط الناس بين الآية وبين تفسيرات المفسرين لها، مثلا في قول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، يذكر المفسرون قاف هو جبل من زبرجد محيط الدنيا، هذا كلام من أين أتوا به؟ ليس في آية قرآنية أخرى وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منقول عن أهل الكتاب الذين يعتقدون بأن الأرض مسطحة كما جاء في دينهم، لها أعمدة، لها جبلان على طرف الأرض من اليمين واليسار، ثم هناك قبة سماوية تعتمد على هذين الجبلين. هذا المنظور منظور غير إسلامي، لا علاقة له بالإسلام من قريب أو من بعيد. هذه الأخبار أخبار يذكرها المفسرون وتفسيراتهم ليست مأخوذة من مصدر صحيح، إنما كما قلت هم يذكرون كل شيء حسب ما جاءهم ويتركون للقارئ وعقله أن يفهم وأن يمايز بين هذه وهذه ويعرف ما هو الصحيح منها. من الأشياء التي تؤدي إلى نشأة الشبهات محاكمة النصوص القرآنية والنبوية إلى مصادر غير معتبرة، إلى مصادر غير معتبرة عند المسلمين. مثل إيه؟ مثل الكتاب المقدس، يقول لك مثلا القرآن يقول زوجة فرعون،
بينما هو في كتابنا أخت فرعون. آزر هو عم إبراهيم وليس أبوه. أنتم عندكم في القرآن هو أبو إبراهيم عليه السلام. ما اسم أم مريم وما اسم والد مريم؟ هل هو عمران ولا هو يوياقيم ولا ما هو اسمه ولا هالي ولا غير ذلك؟ أنت تريد أن تحاكم القرآن العظيم إلى كتب مجهولة المؤلف، إلى كتب البشر كتبوها وقدسوها؟ معليش، أنت عندك مقدس، أنا عندي ما هو مقدس، أنا عندي ما هو مقدس. فكما قرآني ليس حجة عليك، أيضا كتابك ليس حجة علي. القس أشرف عزمي كان يقول لي: ثم يأتي محمد بعد 600 سنة فيقول المسيح ما صلب، بينما شهود العيان قالوا بأنه صلب. من هم شهود العيان؟ الناس اللي ما شافوش حاجة، الناس الذين تركوه وهربوا جميعا، متى الذي لا يدرى من هو. طيب نفترض أنه متى قال عندما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، مش هو مشاهد عيان، هذا مش كلامه، هو ما قال أنا رأيت، هذا جاءه من ربه الذي يرى كل شيء، الذي يرى كل شيء. فأحيانا تبسيط الحوار بهذه الطريقة وتسطيحه يصبح نوعا من السذاجة. الحقيقة نحن نؤمن بكتابنا ولا نؤمن بكتابكم، ولا نعتد بما جاء فيه، ونعتبر محاكمة القرآن إلى هذا الكتاب محاكمة غير عادلة. أيضا أشنع منه أن يلجأ إلى مركزية القيم الغربية. الغرب يصبح هو القيمة الحقيقية التي ينبغي أن نتحاكم إليها. مثلا مرة من المرات سألني أحدهم، قال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت عمرها 9 سنوات؟ فقلت: يعني إيش هو السن المناسب عندك للزواج؟ قال: 18 سنة. قلت: ليش 18 سنة مو 17 سنة؟ قال: لأنه الأمم المتحدة واليونسيف تبعوت الطفولة وكذا يقولون أن سن الزواج لازم يكون 18 سنة. فقلت: النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موقع على ميثاق الأمم المتحدة ولا كان معترف بقوانين اليونسيف. عجيب، هل تصبح ما يقوله الغرب اليوم يصبح هو مركزا للقيم والأخلاق ينبغي أن نلتزم فيه؟ سألته، قلت: طيب لو كان عمرها 17 سنة و11 شهر يصير ولا ما يصير؟ قال: يصير. قلت: طيب 17 سنة و10 شهور يصير ولا ما يصير؟ قال: يصير. قلت: 17 سنة؟ قال: يصير. فما زلت أنقصه حتى قال: لا ما يصير. قلت: ليش ما يصير؟ مثلا 15 ليش ما يصير؟ ليش 15 و6 شهور يصير و15 ما يصير؟ أنتم لا تملكون ضوابط حقيقية يرتضيها الناس، لكن لو قلنا بأنه بلوغ سن البلوغ، تحصيل سن البلوغ هو الشرط لصحة الزواج أو لتكون هذه المرأة امرأة قادرة على الزواج، هذا يكون يعني شرط حقيقي أو هذا يكون ضابط حقيقي ينبغي أن يؤال إليه. أما ما قالته أوروبا اليوم يصبح هو المنطق وهو المقياس، هذا غير صحيح. طبعا أوروبا اليوم تقول 18، لكن تسمح يعني بزنا الصغيرات من سن 12 و13 سنة، لكن زواج لا، كما سمعتم في فرنسا قبل أسبوعين الزواج ممنوع قبل 18، لكن الزنا مسموح، مسموح جدا جدا، ما في عندك مشكلة. طيب لو رجعنا للغرب نفسه، إذا بدنا نخلي الغرب معيار، الغرب نفسه كان سن الزواج فيه 13 و14 سنة طوال التاريخ. فإذا الغرب بكرة غير وساواها 26 سنة يصبح كل زواج 26 تحت 26 سنة مذموما. فأقول القيم الغربية هذه لا تصلح مصدرا للحكم على الإسلام. بعدين هم عندهم أشياء غريبة مثل ما احنا نستغرب منهم ما يستغربوا منا. عندهم زواج بنت العم يعني كبيرة من الكبائر، ويفهمون الزنا ما عندهم مشكلة، الشذوذ، العلاقات الشاذة ما عندهم فيها مشكلة، لكن انه الانسان يتزوج بنت عمه لا لا، هذه قضية عندهم كبيرة من الكبائر. كمان احنا حنحرم هذا لانه والله الغرب يحرم؟ ينبغي على من يرد على الشبهات ان يستحضر دوما باننا لا نؤمن بمركزية القيم الغربية، ليست حاكمة لا على الاسلام ولا على غير الاسلام. عندما يحدثونك احيانا عن قيمة الحرية، الحرية انتم ايش لكم ايش للمرتد عن الاسلام؟ هذه حرية، ينبغي ان تتركوا الناس على حريتهم. هذه الحرية نفسها الغرب لا يطبقها، الحرية المطلقة الغرب لا يطبقها. جرب في فرنسا ان تكتب كتابا تقلل فيه من عدد القتلى في اليهود في النازية، في مجازر النازية الألمانية، يعني عندها ستحاكم وتتعرض للسجن كما حصل مع جارودي 9 أشهر بس لأنه نزل العدد من 6 ملايين إلى 300 ألف، وغيره كثير وغيره كثير. جرب في الغرب
أن تقول بأن الديمقراطية قيمة لا تستحق وأنها قيمة فاشلة و لن يسكتوا عنك. جرب في جامعة من جامعات الغرب أن تذم الداروينية، ما في حرية مطلقة ولا يسمحون لك، وتقفل كل المجلات العلمية في وجهك إذا أتيت بشيء مخالف للداروينية. أيضا من الأشياء التي تورد الشبهات المثالية الطوباوية التي يعيشها بعض الناس. بعض الناس يعيش على القمر لا يعيش على الأرض، يفهم الأرض على أنها عالم من المسالمين الحبابين الكيوت اللي عايشين مع بعض، وجاء الإسلام هو اللي عمل المشاكل، هو اللي أدم بالحرب. يعني تخيل، أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. هذه المثالية والطوباوية لم تكن يوما من الأيام على أرض الواقع، بقيت عبارة عن كلام هلامي لم يقله أحد. من ضربك على خدك الأيمن فأذن له الأيسر. لم أعلم أحد في التاريخ ضرب على خده الأيمن فأعطى الأيسر، أخذ منه إزاره فأعطاهم الرداء. لم أسمع عن أحد طبق هذه الطوباوية، ولو طبقها فإن فعله لها مذموم وليس ممدوح. يا أخي، حتى المسيح عليه الصلاة والسلام لما لطموه في المحاكمة كما تذكر الأناجيل، قال إن قلت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ ما قال له خذ أعطيني من الجهة الأخرى. أقول هذه المثالية الطوباوية بالنظر إلى الأرض وما يحصل عليها هذه غير واقعية. الإسلام ليس كذلك، الإسلام دين واقعي، دين واقعي ينشد إلى نقل الواقع إلى المثال، لكنه مع ذلك يبقى واقعيا. طيب، مثلا يقول لك ليش الإسلام ما حرر العبيد؟ ليش الإسلام ما حرر العبيد؟ طيب النصرانية حررت العبيد، اليهود حرروا العبيد، الهندوسية البوذية حررت العبيد، ما حرروا العبيد، كلهم ما حرروا. طيب لربما يكون الأمر أعمق من شأن هذه الأديان. يعني القضية ليست فقط قرار يخرجه فلان يقول محمد عليه الصلاة والسلام حرروا العبيد، يتحرروا العبيد. طيب بعد ماذا يكون لهم؟ لينكولن فعل هذا الشيء، فماذا فعل؟ أصدر قرار بإيش؟ بأنه العبيد هذول كلهم يتحرروا. فماذا حصل؟ في السنة الأولى، في السنة الأولى كما ذكر جيم دوانز في كتابه مريض من الحرية، السنة الأولى مات مئات الألوف من العبيد، ماتوا بالبرد، بالجوع، ماتوا بالفقر، ماتوا بعدم قدرتهم على تحصيل الغذاء الدواء، فمات ربع العبيد تقريبا في السنة الأولى. هذه جريمة، هذا تحرير العبيد بهذه الطريقة جريمة. هذا العبد كان مكفولا في مجتمعه، هو عند سيده يعمل، لكن هو مكفول الطعام والشراب النفقة العلاج إلى غيره. لما حرر لينكولن العبيد من غير أن يقدم لهم ما يكفلهم، ما الذي حصل؟ كل واحد قال خلاص أنت ما أنت عبد عندي، أنا ماني مسؤول عنك، يلا روح إلى الشارع. فمات ربع العبيد في السنة الأولى، جريمة من الجرائم. الإسلام لا يمكن أن يقع بهذه الجريمة أبدا أبدا. في هناك أناس لا يقدرون، وقد عاشوا في العبودية سنين طويلة، هم وآباء وأجدادهم لا يقدرون على القيام بشؤونهم. فإذا طالبتني قلت حرر العبيد، فأنت تدعوني إلى ارتكاب جريمة العصر التي ارتكبها لينكولن. أيضا من موارد الشبهات مغالطة، يسمونها مغالطة العموم الخاطئ، التعميم الخاطئ. يقول الله عز وجل كمثال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يأتي رقيع لم يفهم شيئا في تفسير القرآن الكريم يقول: ها محمد صلى الله عليه وسلم مات مسموما، طيب كيف الله يعصمك من الناس ومات مسموما؟ طيب الله عز وجل ماذا يقول له في الآية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك. هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ نعم، بدليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد تم الدين أكمل. هل هذه العصمة إلى يوم القيامة؟ لا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عموما هناك حديث مطول في موضوع كيفية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا محله. فإذا تعميم خاطئ. من التعميم الخاطئ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا الناس هنا يراد منها كل البشر. طبعا هذا تعميم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدث عن كل البشر،
لأنه مش كل البشر يقاتلون، النساء لا يقاتلون، الأطفال لا يقاتلون، وإنما يتحدث عن المقاتلين مثلا ابتداء، لربما يتحدث عن قريش، لربما يتحدث، لكن كيف يقول الناس؟ هنا مشكلة. هناك في العموم عند العرب ما هو عموم يراد منه الخصوص، وما هو عموم باق على عمومه، وهناك ما هو عموم مخصوص. مثلا لما يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، ما المقصود بكلمة الناس؟ المقصود كل الناس، كل الناس، هذا عموم باق على عمومه. حينما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس يعني كل البشر قالوا له، مستحيل أن يكون هذا العموم باق على عمومه، إنما هو عموم مخصوص أو عموم يراد به، عموم يراد به الخصوص، يعني إنما قالت لهم قريش ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من جاءهم بأخبار قريش قال إن قريش جمعت لكم، فسماهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. المقصود بالناس هنا من؟ المقصود قريش، الذين قال لهم الناس، الذين حملوا أخبار قريش. فهنا ليس عموما باق على عمومه، وبالتالي أمرت أن أقاتل الناس لا تفهمها على هذا العموم. كيف تفهمها على هذا العموم ولدينا آية قرآنية تتحدث عن أناس من الكفار؟ يقول الله عز وجل عنهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين هذه الآية؟ لا تعارض، لأن هذا الحديث يتحدث عن طائفة معينة، الآية القرآنية تتحدث عمن لا يقاتلون ولا يؤذينا في ديننا. مثلا قول الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، شفتوا الإسلام يدعو إلى الإرهاب، يدعو إلى قتل كل الكافرين، غير صحيح، يتعارض مع الآية التي ذكرتها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لكن لو قرأت النص نفسه علمت أنه لا يتحدث عن كل الكفار، يتحدث عن كفار قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أخرجوه من مكة. الآية تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإذا القضية متعلقة بمن؟ متعلقة بكفار قريش وليست عامة في كل البشر. فعندما يأتي أحدهم ويقول الإسلام يبيح الإرهاب والإسلام يأمر بقتل كل الكافرين، هذا الكلام غير صحيح. من الأمثلة أيضا حديث لقد جئتكم بالذبح، يا سلام، الإسلام دين إرهاب، الإسلام جاء بالذبح. اقرأ الحديث من أوله، يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، قتلوا النساء مثل سمية وعذبوا الصحابة مثل عمار وبلال وغيره. طيب ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول طيب من ضربنا على خدنا ندر له الأيسر، ما عندنا في الإسلام هذا. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلوا هذا بأن هذا سيؤدي إلى ذبحهم، لأن المسلمين لن يسكتوا عليهم أبدا الدهر. فإذا لدينا هنا تعميم خاطئ. هناك أيضا من موارد الشبهات الجهل بدلالات الألفاظ والعبارات في لغة العرب. في ناس لا يفرقون بين قاتلوا وأقتلوا، قاتلوا وأقتلوا، هل هناك فرق بينهما؟ العربي لما يسمع الكلام هذا هل يشعر بالفرق؟ نعم. أقتل هذه تقال لمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أقتل الطفل مثلا، أقتل الأسير، أقتل الحيوان، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. لكن ما في أحد يقول قاتل الحيوان، قاتل الطفل، قاتل النساء. ليش؟ لأن الأطفال، النساء، الحيوانات لا تقاتل، لا تقدر على الدفاع عن نفسها. الآن آيات القرآن تدعو إلى القتل أم تدعو إلى القتال؟ آيات القرآن تدعو إلى القتال. القتال يكون بين الجيوش، يكون بين الجيوش، والقتل يكون للنساء، للأطفال، للمدنيين. آيات القرآن كانت دائما تدعو إلى القتال، ولم ترد عبارة القتل إلا ضمن القتال، إلا ضمن القتال. من المواقف يعني التي لا أنساها والتي يعني تدل كيف يستطيع هؤلاء المدلسون أن يغزونا ويستغلون أحيانا جهلنا بأصول لغة العرب، موقف حصل معي لربما بعض الناس يلومني أن أذكره، لكن ليس عندي يعني ما يمنعني من ذكره. أذكر مرة كنت في حوار قبل ما يقرب من 25 سنة،
كنت في حوار مع مسيحيين في البالتو، فكان يقولون عندكم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنبيذ فشربه. يعني رجل أتي بنبيذ، معقولة النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنبيذ فشربه؟ طبعا يفهم النبيذ هو على أنه إيش، على أنه خمر كما هو المصطلح الدارج اليوم، بينما النبيذ في لغة العرب هو النقيع. لو أتيت بتمر فوضعته في ماء هذا يقال عنه نبيذ أو نقيع. لو أتيت بزبيب بأي شيء يعني أشبه ما يكون بالعصير، فهذا معناه في لغتهم، لكن معناه في لغتنا شيء آخر. طيب النبيذ هذا إذا بقي أكثر من 3 أيام يبدأ يتغير طعمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإلقائه بعد 3 أيام، كان يشرب منه اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك إما أن يشربه أو يشربه أو يريقه، لا يمكن أن يسمح له بيوم رابع لأنه سيبدأ بإيش؟ سيبدأ بالتخمر. لكن المشكلة مش هون فقط. فقال لي اسمع الرسول ماذا يقول لما أتي بنبيذ، قال ألا خمرته؟ يا أخي شكوه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بنبيذ يقال ألا خمرته؟ والله يا أخواني أنا غابت عندهم، غابت عندهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهيت من حوار وخرجت من البيت تذكرت أو فهمت المعنى، لكن كان فات الموعد. ألا خمرته يعني ألا غطيته، الخمار هو الغطاء. ألا خمرته ولو أن تعرض عليه بعود، يعني إذا أنت ما عندك ما تغلق هذه الآنية وتغطيها، لو تضع فقط عود يعني هذا الذي أستطيع فعله. فأنا يقول ألا خمرته يعني ألا جعلته خمرا. فهذا هذا الفهم الخاطئ إنما هو جهل بألفاظ العرب، جهل وقعت فيه أنا للحظة من اللحظات وغاب عن ذهني، ولربما هو جهل أو تجاهل من ذاك الذي طرح علي هذه الشبهة. إذن هناك جهل بدلالة العبارات عند العرب. أحياناً يا أخواننا العبارات تختلف من لغة إلى لغة. مثلاً قاتلك الله، قاتلك الله هي الآن عندنا هي دعاء من أسوأ الدعاء، لكن العرب ما كانت تقول وتريد الدعاء. يعني واحدة تريد أن تشجع ابنها تقول قاتلك الله يا ولد، إيش اللي عملت هذا؟ مثلا يقولون رغم أنفه، يقولون تربت يداه. كل هذه عبارات لو أخذت بمعناها الظاهر قد تعطيك معنى غير جيد، لكن معانيها عند أولئك القوم لم يكن يراد هذا المعنى منها، إنما كانت عبارة عن محط كلام اعتادوا على قوله. فبالتالي ينبغي أن نفهم النصوص كما هي في لغة من قالها وليس على اللغة المعاصرة التي قد تتغير في استخدام الكلمات. في عندنا من موارد الشبهات الظاهرية المقيتة عند بعض الناس. بعض الناس يعني عنده ظاهرية عجيبة عجيبة جدا جدا لا تكاد تتوقع. يا أخوانا الأصل في النصوص أن تفهم على الظاهر، لكن المعنى العربي دائما قد يراد منه الظاهر وقد يراد منه مجاز، قد يراد منه معنى خفي. هناك طرائق عند العلماء للتمييز هل المراد هنا أو المراد هنا، أهمها السياق. لذلك التأويل قال به علماء أهل السنة والجماعة جميعا. مثلا آية مثل قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. العلماء المسلمون بكل طوائفهم متفقون على تأويل هذه الآية وأن المراد أنه معهم بحفظه وكلاءته وعنايته وليس أنه معهم بشخصه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا جاء أحد يريد أن يعترض عليه فليقاتله فإنما هو شيطان. لا يمكن أن يفهم منها عاقل بأنه المقصود أن هذا من جنس الشياطين، لا هذا أخ مسلم كان يصلي معك في المسجد، إنما هو شيطان بمعنى إنما فعل فعلا يفعله الشيطان وهو قطع صلاة المصلي. ممكن أن يكون لها تأويل آخر، لكن لا يمكن أن يكون المعنى الظاهري مرادا. بعض الناس يعني غارقون في الظاهرية المقيتة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان، إذا واحد بده يسافر لوحده، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. مو معناه إنه هذا الإنسان شيطان من جنس الجن، لا، إنما فعل فعلا يعني يفعله الشيطان مثلا أو غيرها من التأويلات، فلا يمكن أن يكون المعنى الظاهري مقصودا. أذكر مرة من المرات كنت أناقش واحد فقلت له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، هو مصر على أنه الكفار عندهم 7 أمعاء. أخي مو معقول. طيب هو الحديث عن نفس الشخص أنه لما أسلم اقتصد في أكله، فلا يمكن أن يكون كان عنده 7 أمعاء ولما أسلم مجرد ما أسلم الأمعاء هذه كلها التأمت في معي واحد.
يقول لك هكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الظاهرية المقيتة هي سبب للكثير والكثير من الشبهات، ذلك أن النص العربي يحتمل ظاهر النص ويحتمل معاني أخرى مجازية لذات النص. هنا أذكر مثلا أحيانا نقرأ بقول العلماء يقول وظاهر النص يدل على كذا، مجرد ما تقرأ هذه العبارة معناته أنه هذا اللفظ أو هذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن من اللفظ، لكن هناك معاني أخرى أيضا هي محتملة. فكلمة ظاهر النص هي في نفسها تحمل أن هناك معنى آخر محتمل، لكن العالم رجح المتبادر إلى الذهن من الفهوم المختلفة. هناك شبهات نقع فيها أو يؤذها أو يخرجها عدم العلم، عدم العلم. مثلا قضية تعدد الزوجات في بلاد كثيرة الأمر غير معتاد فيصبح هذا محل شبهة، بينما في بلاد أخرى الناس معتادين على هذا الأمر فلا يصبح محطا أو محلا للشبهة. قضية بيع الرقيق، إحنا اليوم ما شفنا بيع رقيق، الحمد لله أنه انتهينا من الرقيق وحكاية الرقيق هذه، لكن في أمم كانت تمارس، كل الأمم أو كل الأمم كانت تمارس الرقيق. طيب ما دام كانت تمارس الرقيق فإذا أكيد كان في بيع رقيق، يعني هناك سوق للنخاسة يوضع فيه العبيد، فيأتي هذا ينظر إلى فدوة العامل الذي يريده أو إلى جمال البنت التي يريد أن يشتريها، هذا كان موجودا. نحن ما ألفناه الحمد لله، وقد وقانا الله عز وجل من رؤية هذه الصور، لكن فهذا الأمر لا يؤدي بحد ذاته إلى كونه مذمة منتقصا فيها الإسلام والمسيحية واليهودية، لأن هذه الأديان أجازت استرقاء. يا أخواننا يعني الناس اللي يقولوا ليش الإسلام ما حرم الاسترقاء غير الذي ذكرته، طيب إذا الإسلام حرم كل مداخل الرق ما عدا شيئين اثنين، الأول استرقاق الحروب، الثاني البيع، البيع والشراء، طيب ليش أبقى الإسلام استرقاق الحروب؟ كان أول إذا واحد عجز عن سداد الدين يسترق، كان بإمكان الواحد يأخذ أولاده وينزلهم السوق ويبيعهم، كان إذا إنسان ارتكب جناية أو جريمة يتحول إلى رقيق، هذا في الإسلام كله حرام، أبقى الاسترقاق للحروب، ليش ما حرموا؟ طيب لأن الأمم تسترق المسلمين وقد حصل في التاريخ مرارا، فكيف تطلب من المسلمين أن لا يسترقوا الأمم والأمم تسترقهم؟ يعني هذا حقيقة طوباوية غير معقولة وغير مقبولة وغير يعني غير مقبولة حتى بالعقل السوي، كيف أمم تسترقك وأنت لا تسترق؟ لا، لما الأمم تعلم أنك أنت تسترق وهم يسترقون هذا أدعى أن الكل يبطل من الاسترقاق، وهذا ما وصل إليه العالم في القرن 21 حين حرم الاسترقاق، وقتها نحن أسعد الناس بتحريم الاسترقاق. إذن أيها الإخوة الأحباب، هذه نماذج وأبواب منها تنبع يعني الشهوات والشبهات، ولعل هناك أشياء أخرى قد غفلت عنها، فيعني الإخوة الكرام إن شاء الله يراجعونها في الكتب وفي بطون أقوال أهل العلم لعلهم يجدون غير ذلك وهو موجود.